السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في قناة بروسوت في فيديو في القناة. إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس فيجوال في سي بلس بلس جي أي باستعمال فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي تبلاي فيديو في الفورمة بتاعتك. الموضوع سهل جدا يا جماعة. تروح كده على التول بوكس أول حاجة عشان نضيف الويندوز ميديا بلاير. هنستخدم الويندوز ميديا بلاير. تروح كده عند تشوز أيتيمز. بعد كده تروح على مش عارف كومبارتز ولا مش عارف ايه كده. تنزل تحت تنزل 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 كده 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 تلاقي ايه في الاخر خالص في حاجه اسمها ويندوز ميديا بلاير. دي اضافه تدوس عليها تقشر عليها. بعد كده تدوس اوكي. بعد ما تدوس اوكي ايه ليه تنزل كده تحت هتلاقي ايه في اداه اضافه كده تحت الويب براوزر اسمها ويندوز ميديا بلاير. تشدها تحطها هنا. طبعا بقى تقدر تصغر تكبر زي ما انت عايز كده. انا فاضل انها تبقى صغيره كده. ازاي بقى نشغل الفيديو؟ طريقه سهله جدا يا جماعه. تروح كده احنا عملنا زر عشان يشغل الفيديو وزر عشان يوقف الفيديو يوقفه يعمل له ستوب. طبعا الزر ده ايه احنا مبرمجه ان هو يفتح اوبن فايل ديالوج. ناخد كام من اوبن فايل ديالوج. بعد كده كان اسمه اوبن ما تنساش الكاب اساين دي. بعد كده جي سي نيو اوبن فايل ديالوج. بعد كده اوبن شو ديالوج بنعمل شو للديالوج بتاعتنا. بعد كده ايه نروح على الاي اكس ويندوز ميديا بلاير. طبعا الاي هنا النيم بتاعتها انت ممكن تغيرها من هنا بقى. تقريبا التلقاء بيبقى اي اكس ويندوز ميديا بلاير 1 يو ار ال. ده موقع الفيديو اللي انت عايز تشغله. اوبن فايل نيم واخد بالك. بعد كده اي اكس ويندوز ميديا بلاير برضو سي تي ار ال سي تي ال كنترولز بلاي. ده احنا كده بنشغل الفيديو. نروح على زر الايقاف بتاعنا نقول له ايه هنا اكس واي اكس ويندوز ميديا بلاير سي تي ال كنترولز ستوب. ده عشان نوقف الفيديو نرجعه للاول خالص. تعال كمل رن يس. استني كده شويه. اشتغل معانا اهو. نفتح ندوس على كده على الزر بتاعنا. استنى كده شويه. ولو مثلا هنشغل مثلا الفيديو بتاع اللي هو اللي فات بتاع البلاي اوديو. اوبن كونكتنج اهو بيعمل كونكتنج بيوري. تعالي الصوت بقى من هنا كده. عندنا بقى عشان انت عايز في الويندوز ميديا بلاير برضو. طيب هنا مثلا ايه نعمل كده ستوب نرجعه للاول خالص. نقفل كده بس. هو كان درس ده درس النهارده يا جماعه. اركو ان جود دست نال اعجابكم. لو عجب الفيديو دوس لايك. لو ما عجبكش حط اللايك. ولا انا ما عجبكش ليه نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.